ضربه خطا على بعد 35 متر. كذلك قامت طويله للاعبي الفريق الليبي ولكن كان محاوله جيده ممتاز ممتاز. فريق الفتح عرف يسجل الهدف توقيت يمكن ان اقول بانه مثالي جدا. الربع الساعه الاولى هدف يمكن نقول بانه جا سهل جدا بالنسبه لفريق الفتح الرباطي. ما كانش هناك تعب كبير، ما كانش هناك عناء كبير بقدر ما كان هناك تركيز في هذه المحاوله. نشاهدوا الان ماما دنيوم صعود مهدي خالص كان جيد، كان متابعه من الظهيري. نتابعوا الان هذا الدور ديال المتوسطي ولاعبي الدفاع. نشاهدوا الان كانت هناك الضربه الراسيه الاولى لماما دنيوم في ثلاثه المحاولات والمتابعه الجيده لابراهيم البحراوي. يمكن نقول بانه احسن بدايه يمكن انهم توقعوا في هذه الربع الساعه الاولى انهم سجلوا الهدف التقديريه، ولكن اكيد بان هذا السلطه التقديريه فرصه ممتاز. ابراهيم البحري يبدو بانه سيكون نجم هذه المباراه، نجم هذه المباراه. قلت بان وليد الركراكي كان ذكي في ادخال ابراهيم البحري، وبالتالي ابراهيم البحري يسجل الهدف الثاني. اذا هدفين لسوف نشاهد الان. محاوله جميله، ضربات راسيه بديعه، وهدف يعيد المباراة. يمكن نقول بكل أمانة فريق الفتح الرباطي ما خلقش فرص كثيرة، ولكن كان أكثر نجاعة وأكثر فعالية. يمكن نقول بأنه حتى أنه بقي ما دائما لاعب فريق الأهلي الليبي حداري مؤيد علي. أو سلته خطيرة جدا والهدف، سلته خطيرة جدا والهدف. قلت بأنه وجب الحذر، وجب الحذر بطبيعة الحال في هذه المحاولة. أعتقد سنتابع الأعداء، أعتقد بأنه خطأ فادح يرتكب، خطأ فادح. سنتابع مؤيد علي. قلت بأنه فريق ماشي سهل. الهدف يسجل، رد فعل لم يكن جيد للحارس عبد الرحمن الحواصي، رد فعل لم يكن جيد. نتابعوا الآن، لم يكن للحارس عبد الرحمن الحواصي فدى المحاولة الأخيرة، والهدف سجله اللاعب. آخر دقيقة من الوقت البدل الضائع، سنتابع مرة أخرى. مهدي بطاش والهدف يسجله اللاعب بدر بالهرود، يسجل الهدف. قلت بأنه الفتح رغم أنه سيغادر هذا الدور ولكن سيخرج برأس مرفوع بطبيعة الحال، أن هناك شيء من اللاعبين. قلت بأنه الفريق عن مكملة روبيت إيهاب مراد بطنا رون سعدان كانوا بين اللاعبين الجيدين على مستوى فريق الفتح الرباطي، خصوصا أداء لاعب مراد بطنا. أكيد بأنه